واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. اليوم الثاني اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر للمتعجل واليوم الثالث عشر لغير المتعجل الرمي يكون بعد الزوال يعني إذا زالت الشمس وحان أذان الظهر. وأيضا يجب الترتيب في رميها يبدأ بالجبرة الأولى وهي التي جهة مسجد الخيم يرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها بسبع ثم جمرة العقبة. الإنسان في منى إذا أراد أن يتعجل فإنه بعد رميه للجمار أيام التشريق في اليوم الثاني عشر له أن يتعجل بأن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا تعجل الإنسان ورمى بعد الزوال يوم الثاني عشر رمى بعد الظهر أو بعد العصر وخرج من منى قبل غروب الشمس يسقط عنه رمي اليوم المبيت ورمي الثالث عشر. وإذا كان الإنسان يريد أن يتأخر للثالث عشر فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم تنتهي أعمال منى. زيارة المسجد النبوي يا إخوان ليس لها علاقة بالحج. لو حج الإنسان ورجع إلى بلاده حجه كامل وليس فيه نقص.